سارة مسيت بالخير. مسيت بالنور. شلونك اليوم تاكل علاجات كيس النهدي معك؟ أنا قدامك العافية إن شاء الله. عليك حرارة؟ عليك حرارة. طيب قرت تحت هنا. صداع. إيش مكتوب؟ إيش؟ فنجان قهوة؟ لا فنجان قهوة قر زين. إشارة أخويك من قدامك؟ لا. ها. إشارة المرور. إشارة المرور. أنت مغششهم. أنت انحشت من أمس بقضبك أنا بس ودي أصور السنابة هذه علشان أزك ما لقيتك. ولا طمعت منك. لا تحلون لا حلو. لا تحلوني. حلو والله. لا تحلوني. خلاص حلو حلو. السنون كم تقل. لا تحلوني. عمك انضغط الحين وأنت. لا تحلوني. يا عمي يا عمي أنا وجعان ومتابعين أبوك زادوني وجع. علاجك شنو؟ اي فوار مثل هذا حاول صغير هذا يشوفه هو ويكلمك بالجو اشوف انا مثل هذا ولا انت سلامات يا عمي علامك بعد صدري تعبان انا سلامات عسى ما شر الله يسلمك والله عندي كحلي يمكن كبر في السن هذا ويجيني حمى ويجيني حراره ويجيني انت تعبان مو صدرك؟ لا لا صدري 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 شايف وضعك كله تعبان وانت باضي في النزول انت هات العلاج دم راح يجي سنوك لا لا ما بتعبان ما غير يحب ابوي اول جاس البحر لا هي انت قلبك يحب عمي قلبك يحب والله واجد اللي يحبون ونحب واجد ما عجز جدك اقوى منك الليلة تشرفت بزيارة ابن العم العزيز الغالي وابنائه ابو سامي الله يحييك تحيا السيل جيتنا وسيرت علينا والله اني ما ابغاك تكلف على نفسك جايب لك قعود الله يكثر خيرك يا ابو حشر وانه يطول عمرك الله يحييك الله هذه بسيطه هذه جنابه ما تعتبر اقول الله يبيض وجهك انت وان شاء الله عرس ونجيك طال عمرك بخمسه قعدان ولا سته البيت الجديد لا لا يا ابو سامي لا الله ان شاء الله لا 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 يا ابو سامي عن عمي عن عمي كح ويجي زيارتي زار والله يا ابو سامي العرس ما اقدر ولا عندي فكره الايام هذه وحنا في رمضان من اول انا بلجي على العرس بيقعدان صح بشره بالسلامه يا ابو سامي ما شاء الله تبارك الرحمن على هالشيبه بلخك بالمنديل هذا على وجهك والله يا ابو عاشر مش مبين التراه من يوم يصير والله الى لك والله الى لك انا صار في محل ليش شوف يا ابوي غانم شوف غانم فاز عله الويد هذول مغلت هذه هم عصبيين يلا اللهم ادري شوف اللي منك كسرت 60 يا رجال ما عاد يتفنن انك صار اللي تقعد من الاصل 60 ما عاد يستفيدون لا هذا ولا عيال ولا شيء والله انك ذبحت هذا حرام